السلام عليكم. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن مجمل الاستراتيجي بلاننج بروسيس، وقلنا انه عبارة عن 6 خطوات: what we want to do, what we should do, what we can do، وبعدين احط الخطة بتاعتي formulation of the strategic plan، واتبعها بخطوتين مهمين اللي هو implementation و measure and monitor. تعال نتكلم على اول خطوة من الخطوات بتاعت الاستراتيجي بلان، what we want to do. السؤال ده بيكلمني عن أولى الخطوات اللي باخدها في الاستراتيجيك بلان. السؤال ده بيقول لي define and formulate goals، عايز أحدد الأهداف بتاعتي، عايز أعمل definition لها، لازم أعمل لها تعريف. أنا عايز أعمل إيه؟ أنا أصلاً ليه عملت المشروع ده؟ ليه أنا فكرت إني أعمل مستشفى مثلا؟ إيه الهدف فيه؟ الربح ده موضوع مختلف، يعني هو أساس في كل المشاريع، لكن أنت عايز تعمل إيه؟ إيه اللي عايز تقدمه؟ لازم انت تكتب كلام الناس تفهمه. يبقى الخطوة الاولى اللي هنعملها What the organization want to accomplish will be in alignment with the organization's mission and vision. يعني ايه الكلام ده؟ الخطوة الاولى بتاعتي في الخطة الاستراتيجية ان ما تريد المؤسسة تحقيقه لابد ان يصطف مع مهمة ورؤية المنظمة. هو يعني ايه اصلا مهمة ويعني ايه رؤية؟ المهمة يعني حاجة انا عايز اعملها، ميشن انا عايز انفذ حاجه معينه، والرؤيه هي رؤيتي للمستقبل في ان لما اعمل المشروع ده هجيب نتائج كذا وكذا وكذا، اقدم خدمه طبيه وفي نفس الوقت هكسب. علشان خاطر انا اعمل اكومبلشمنت لي انا عايز ايه، لازم يكون عندي حاجه اسمها ميشن وفيجن. مش ميشن وفيجن بس، ده انا عندي حاجات تانية كمان، لازم يكون عندي مبادئ، ولازم يكون عندي مثل وقيم، ولازم يكون عندي goals و objectives. يبقى دي الحاجات اللي أنا محتاج أعمل لها formulation في أول خطوة، اللي بتقول لي what we want to do, mission and vision, guiding principle and core values. والنقطة التالتة goals and objectives. هنتكلم على كل واحدة على حدة، بنعرفها تعريف بسيط علشان خاطر نفهم المفاهيم دي، لأن هو بيسألني على التعريف والحاجات دي فقط. إيه هو mission والvision؟ المهمة والرؤية. خلينا نبدأ بالميشن. أنا مهمتي إيه؟ What we want to do. الميشن بترفير to the organization purpose or reason for existing. أنا غرضي إيه من أني أعمل المشروع ده؟ أو أنا توجدت ليه؟ يبقى أنا مهمتي عايز أعمل حاجة معينة. الحاجة المعينة دي هي هتبقى أساس الشركة نفسها. ممكن تكون مصنع، ممكن تكون أي مشروع، لكن احنا في نطاق الهيلث كير بنتكلم على المنظمات اللي بتقدم الخدمه الصحيه او المستشفيات. الميشن بتانسر الكويشنز دي: why we are here, whom do we serve, what we do. كلها في نطاق نفس السؤال define and formulate goals. يبقى انا موجود علشان خاطر اقدم خدمه صحيه كويسه مثلا، اني اقدم خدمه صحيه لناس معينين whom do we serve، أو إيه اللي أنا هعمله في السوق. ده الميشن. إيه والفيجن؟ يعني إيه الرؤية؟ الرؤية is an organization statement of the goals for the future. الفيجن هو بيان المنظمة عن أهدافها في المستقبل، أنا ناوي أعمل إيه. الميشن والفيجن دول بيكونوا أساس المنظمة بتتحرك في نطاق. An organization direction، اتجاه المنظمة، is built upon its mission، يعني بتتبنى على المهمة اللي أنا أصلاً اتوجدت عشانها. And guided by its vision، يعني الرؤية هي اللي بتوريني الطريق فين أمشي. وأنا بحدد المشن والفيجن بتاعتي لأنها بتبقى statement مكتوبة أو بيانات، لازم يكون مفهوم الكواليتي والسيفتي included جوه الستيتمنت بتاع الميشن والفيجن. المفهوم ده مهم جدا. طيب احنا كجودجية شغلتنا ايه بقى في الميشن والفيجن؟ ما احنا قلنا السي بي اتش كيو او الجودجي بيبقى مفتاح بيستخدمه الليدرز عشان يساعدهم في انه يحط الاستراتيجيك بلاننج. طيب دور السي بي اتش كيو هنا ايه؟ ان هو بيساعد السينيور ليدرز والجوفرنج بورد علشان يعملوا ايفالويشن and refine the mission and vision. يعني هيدلو، يعني الجودجي هيساعد الناس دول في ان هم يحطوا الميشن والفيجن
وجواها الكواليتي والسيفتي، بما ان هم الناس دول اكتر ناس يعرفوا ايه هو الكواليتي والسيفتي في المؤسسات الصحية. مش بس كده، ده كمان الجوداجي او سي بي اتش كيو اسيست ليدر ان ديفلوبينج ذا جول والاوبجكتيف والمتريك او الميجرز، علشان خاطر اقدر اقيس الافكتيفنس بتاع الميشن والفيجن. ما انا لما حطيت الميشن والفيجن، الميشن والفيجن دي هبدا احولها زي ما هنشوف بعد كده الى جولز واوبجكتيفز، اللي هي بدورها بتكون بشكل قياسي، يعني الاهداف دي اقدر اقيسها، وبالتالي اقدر اقيس مدى تحقيقي للميشن والفيجن اللي انا صورتها في الاول وانا بحط الاستراتيجيك بلان. يبقى احنا خدنا دورين مهمين للسي بي اتش كيو، انه بيساعد القادة في ان هم يحطوا الميشن والفيجن وجواها كواليتي وسيفتي، والحاجة التانية ان هو بيساعد القيادة برضو في انه يحط الجولز والوبجكتيفز والمتريك. واضح ان السي بي اتش كيو له دور كبير في انه يحط الاستراتيجيك بلانينج مع الجوفرنج بورد. طيب بالنسبة للبرنسبل والكور فاليوز، المبادئ والمثل او القيم اللي موجودة داخل مؤسسة، وجودها بيساعدني في حاجات كتير. زي ايه؟ زي مثلا facilitate development of leadership value and commitment to quality. لما يكون عندي مبادئ بشتغل عليها ويكون عندي مثل، ده بيساعد القائد انه يعرف اتجاهات المؤسسة ايه، وبالتالي هو ينقلها للناس اللي تحت. الحاجة التانية define the organization attitude and policies for employee and thereby help to direct the vision. ان انا بخلي الorganization تتجه اتجاهات معينة وتحط policies معينة علشان تحقق لي الفيجن اللي انا طالبها دي، والفيجن والميشن جواها ايه؟ جواها safety وquality. خلينا ندي مثال على principles and core values اللي موجودة في البالدريتش performance excellence بروجرام. واحنا قلنا البالدريتش قبل كده انه دي منظمة بتدي جوائز للمؤسسات اللي بتحقق لها الستاندرد بتاعتها. لو تفتكروا الستاندرد بتاعتها كان في فيديوهات سابقة موجودة في الليدرشيب، ان عندهم 7 حاجات اساسية اللي هو اسمها الorganization profile، عبارة عن الليدرشيب، الاستراتيجي، الكاستمر من ناحية، وبتعمل انتجريشن مع الورك فيس والاوبريشن والريزلت. والكلام ده كله قايم على measurement واناليسيز وknowledge management، يعني information management. يعني ده اللي احنا شرحناه قبل كده، لكن في الجزئية دي هنشرح الكور فاليو اند كونسبتس بتاعة البالدريتش. الاطار بتاعهم في البرنسبل او البرنسبل بتاعتهم والكور فاليوز بتاعتهم عندهم 8 نقط. اول حاجة بيشتغلوا بطريقة السيستم perceptive، واحنا شرحناه قبل كده في فيديوهات سابقة، انه لازم يكون عنده visionary leadership، انه دايما عنده قيادة بتتطلع الى المستقبل، انه كمان يبقى شغال على patient focus، وان patient ده يقدر، يبقى equitable، ما يفرقش اللون ولا الجنس ولا العرق ولا الحاجات دي، valuing people، managing for innovation، اللي لابد يكون عندي قسم بيشتغل في الابتكار، management by fact، ان انا يكون عندي information system، وان التعديلات بتاعتي بعملها based على حقائق بتحصل داخل المؤسسة بتاعتي وانا بعمل لها recording، ان يكون عندي ethics and transparency، والترانسبيرنسي مهم وهنتكلم فيها قدام عن البابليك ريبورتنج، الشفافية، اني اقول العيوب والمميزات بتاعتي، واني في الاخر يكون عندي delivery value and results، اني بشارك الحاجات بتاعتي او القيم بتاعتي والريزلتس، الحاجات اللي انا قدرت احققها مع المؤسسات الاخرى عشان تستفيد مني وعشان انا استفيد منها. الحاجات دي هي الكور فاليو بتاعه البالدريتش بيرفورمانس اكسلنس بروجرام، وده يعتبر مثال على الجايدنس برينسيبل اند كور فاليو. عشان ما نطولش في الفيديو ده، هنكمل بقيه الخطوه الاولى ديفاين اند فورمولييت جولز أو what we want to do، وهنكمل بقية الـ goals and objectives. إلى اللقاء.